مختاج من نور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده تاجا من نور يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم سعد. أهلا بك يا سعد. كنت معكم طيلة الحلقات الماضية هنا في هذا المسجد، وتلونا سورة الكهف وفسرنا آياتها، واليوم سأذكركم بفضائل سورة الكهف وأحدثكم عن سبب نزولها والعبرة من قصصها. أتريدون مرافقتي؟ نعم يا سعد، نريد هذا بالتأكيد. هيا بنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فضل سورة الكهف: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن للآيات الأخيرة من سورة الكهف مزية خاصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد أن يقوم من الليل قامها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي من قرأ هذه الآيات وهو ينوي الاستيقاظ في وقت معين من الليل استيقظ بإذن الله تعالى. ما رأيكم أن أروي لكم القصة التي كانت سبب نزول سورة الكهف؟ نعم موافقون. هيا بنا. حسنا، ذهبت فئة من المشركين إلى اليهود ليسألوهم عن صدق دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاليهود من أهل الكتاب، وقد جاء ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابهم المقدس. حقا؟ أجل، لقد جاء ذكر الرسول الكريم في كل الكتب السماوية. جميل. طلب اليهود من المشركين أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور، فإن استطاع الإجابة عنها يكون نبياً مرسلاً من عند الله تعالى. أتعرفون عن ماذا سألوه؟ لا نعرف. نريد أن نعرف. كان من الأمور التي سألوه عنها قصة أصحاب الكهف وقصة الملك الصالح ذي القرنين. وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالجواب في اليوم التالي، ولكنه نسي أن يقول جملة مهمة. جملة مهمة؟ نعم، نسي أن يقول إن شاء الله تعالى. أها. من أجل ذلك انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 يوما. ماذا؟ ثم نزل الوحي بسورة الكهف وفيها أجوبة عن أسئلة أولئك المشركين. الحمد لله. وفيها أيضاً عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقل إن شاء الله. قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله. أي إن علينا ألا نعد بفعل شيء إلا أن نقول إن شاء الله. أتعرفون لماذا؟ لماذا؟ لأن كل أمورنا بيد الله تعالى. ها. في سورة الكهف 4 قصص، في كل منها عبرة وموعظة بليغة. ما رأيكم أن نذكر كل منها؟ نعم بالتأكيد. القصة الأولى قصة أصحاب الكهف.
ومنها نتعلم الثبات على الحق مهما كانت المصاعب. ها. القصة الثانية قصة المؤمن والكافر الذي كان له جنتان، ونتعلم منها أن عاقبة الكفر والغرور الهلاك والخسارة في الدنيا والآخرة. ها. القصة الثالثة هي قصة رحلة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، ومنها نتعلم آداب التعلم وصحبة المعلم. صحيح. القصة الرابعة قصة الملك الصالح ذي القرنين، ومنها نتعلم فعل الخير والدعوة إلى الله تعالى ومساعدة كل من نستطيع. ما رأيكم أن نستمع معاً إلى الآيات العشر الأولى من سورة الكهف؟ فلهذه الآيات فضل كبير عند الله تعالى. مستعدون؟ هيا نحن مستعدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم معنا. نعم استمتعنا كثيرا واستفدنا كثيرا. تذكروا دائما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله يا سعد. نلتقي على خير إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء. هدي وصفاء وعطور بكتاب الله المسطور، وجنان خضر وزهور، والعلم به فيض بحور. هدي وصفاء وعطور بكتاب الله المسطور، وجنان خضر وزهور، والعلم به فيض بحور. احفظ كتاب الرحمن فيه الهدي وفيه النور.
احفظ كتاب الرحمن، فيه الهدي وفيه النور، تتعلم فيه التفسير كي يصبح معناه يسير، بالتجويد يجود المعنى، نحفظه بحب وسرور. احفظ كتاب الرحمن تنال به تاجا من نور.